السلام عليكم، اهلا بكم في الفيديو ال11 من فيديوهات سسبنشن كينماتكس بعنوان اوبتيم كينماتكس سوفت وير. الاوبتيم كينماتكس سوفت وير الكونتنت بتاعه هيبقى مقسم الى فيديوهين. الفيديو ده هنبدا نعرف ازاي نشتغل بالبرنامج ونطلع الريزلت، والفيديو اللي جاي هنعرف ازاي نقارن بين الريزلت والامبروفمنت بتاعتها ونفهم الريزلت اللي طالعه دي كويسه ولا مش كويسه ولا حلوه وهكذا. بالاخص الفيديو ده هيبقى مخصص في ازاي نكرييت موشن او نكرييت يعني نعمل سيميليشن لفرونت سسبنشن او رير سسبنشن. ان شاء الله بعد كده هنبدا نعمل سيميليشن لفرونت ورير مع بعض عشان نعرف بعد كده الانستنت اكس شكله عامل ازاي والرول اكس شكله برضو عامل ازاي والريزلت المرتبطه بين الفرونت والرير. تمام، وان شاء الله الفيديو اللي هتكملوه الاخر ده مسجل من قبل كده مع العلم يعني، فده فيديو قديم. انا اول ما بفتح البرنامج بيبقى ظهر لي كده بالشكل ده. اول حاجه بقوم مثلا ادوس نيو وابدا بنيو بروجكت، بيقول لي انت عايز البروجكت تسميه ايه. هسميه زي ما موجود هنا، مثلا هجيبه هنا خالص على الديسكتوب واسميه نيو بروجكت زي ما هو، مفيش مشكله. بعد كده هكرييت فيكل، عايز يقول لي اسم الفيكل، بيقول لي اسمها ايه، اقول له ER مثلا 20 ايا كان اسم الفيكل اي اسم. اول ما هدوس اول ما كرييت فيكل هيظهر لي الثلاثه ايكونز دول، سسبنشن سيت اب موشن. طب بتظهر لي هنا بس؟ لا، بتظهر لي في الشريط اللي فوق ده، سسبنشن برضو سيت اب الموشن. اللي انا هعمله هنا ممكن اعمله فوق هنا عادي، تمام. فممكن شايفين علامه شبه الصح دي اللي هي من مميز ريبون دي، انا لو دوست عليها هلغي الشريط اللي فوق، لو دوست عليها تاني هيظهر لي الشريط اللي فوق. طيب اول حاجه عايز كريت سسبنشن، اما كريت سسبنشن من هنا وادوس كريت نيو سسبنشن، او ادوس على كلمه سسبنشن وادوس كريت من هنا. طيب ايه الخطوات اللي انا بمشي بيها؟ طبعا ببدا بسسبنشن، كريت سسبنشن، بعد كده اعمل سيت اب، بعد كده اعمل موشن، بعد كده بعمل سيميوليشن. تمام، يبقى انا ببدا الاول بمرحله الديزاين. مرحله الديزاين بعمل سسبنشن سيت اب موشن، بعد كده اخش على مرحله السيميوليشن كويك سيميوليشن. تمام، بعد كده بيطلع لي الاناليسز اللي هو الجرافات، بتطلع لي بقى اقعد ايه اطلع انا الجراف اللي انا عايزه بالطريقه اللي انا عايزها، واقدر برضو اشوف زي انيميشن للجراف نفسه من هنا. تمام، طيب دلوقتي احنا في مرحله الديزاين، انسى بقى السيميليشن اناليسز دلوقتي خالص. مرحله الديزاين بنبدا، ودي بتبقى اطول مرحله. هتبدا الاول في سسبنشن، هتكريت سسبنشن، تقول له بقى ايه، انا كريت سسبنشن، السسبنشن اللي هكريته هقول له مثلا اسمه فرونت سسبنشن، عشان بكتب في بايد واحده ف بطيء شويه، سميه فرونت سسبنشن. تمام، الاكسل بتاعي هو فرونت لان اختار فرونت. طب لو انا عايز مثلا لو هو رير سسبنشن هاجي هنا واختار الرير. تمام، هتلاحظ ان الفرق بينهم، لو هنا الفرونت انا في الفرونت، الرير هو مش رابط العجلتين ببعض عشان مفيش طبعا ستيرنج، لكن هنا في فرونت فهو رابطهم ببعض عشان في ستيرنج. نوع الجيومتري بتاعتي اللي انا هستخدمها طبعا دبل اي ار اللي احنا بنشتغل عليه من بدري. طب نوع الستيرنج ريكامبينيون. طيب الاكتويشن بتاعي، الاكتويشن بتاعي دايركت كويل اوفر يعني. طيب ممكن مثلا اقول له نمبر اوف كويل اوفر، ممكن تستخدم اتنين ممكن ثلاثه، احنا طبعا مستخدمين واحد. طيب نوع اللي بيطلب مني برضو، انت الاكتويشن ده او الدمبر ده انت هتحطه يعني هتمسكه منين؟ تمسكه في الابرايت ولا اللور اي ارم ولا الابر اي ارم؟ طبعا اللور اي ارم، ما تلخبطوش في دي، ان احنا ماسكينه في اللور اي ارم، فاكرين اهو هو كده فين؟ اللور اي ارم. تمام، طبعا انتوا شفتوا من السيشنات اللي فاتت الاسمبلي نفسه. طيب انا ما عنديش، لا ثواني، نو انا ما عنديش انتي رول بار. طبعا هو طالب مني الانتي رول بار، انا ما عنديش انتي رول بار، مش شغالين بانتي رول بار. ممكن لو هشتغل بانتي رول بار برضه بيقول لك الاتاشمنت بتاعه فين، ولكن انا نو ما عنديش انتي رول بار. تمام، طيب انا كده دوست، بعد ما بدوس على طول بيظهر لي انا كل ده لسه في السسبنشن، لسه بكرييت سسبنشن، بيظهر لي بقى السسبنشن. ودي اهم مرحله، المرحله الاساسيه اللي انا بقى ايه بقى بحط الاحداثيات بتاعتي. هنا هو دلوقتي مديني الدبل اي ارم، هحط احداثيات الدبل اي ارم واحداثيات الريكامبين واحداثيات الويلز واحداثيات الدايركت كول اوفر وهكذا، والريفرنس بوينت والاتاشمنتس. طيب ابدا مثلا بالاحداثيات الدبل اي ار،
انا طبعا هنمشي واحده واحده والموضوع مش صعب. اول حاجه سيبك من الكالر، هنا انا ممكن اغير مثلا لون ال upper A arm وال lower A arm وال tie rod وهكذا هسيبه. طيب ايه السيمتري دي؟ السيمتري دي لو اللي انا هعمله في عجله هيتعمل في العجله التانيه دايركتلي، تمام؟ فانا لو شلت كده، لا انا مش عايزها كده، فاقوم معلم عليها، تمام؟ علشان اللي انا اعمله في اللور اي ارم ليفت والابر اي ارم ليفت والتاي رود ليفت يتعمل دايركت لوحده في الابر اي ارم رايت واللور اي ارم رايت والتاي رود رايت، تمام؟ فانا طبعا سيمتري عشان ما اقعدش اعيد كل شويه في الاحداثيات، اللي احطه هنا واقوم رايح احطه هنا، لا انا بعمل عجله وهو بايه بيعمل التانيه دايركت. طيب اول حاجه، يا اما انا ممكن احط الاحداثيات من هنا، او لو انا مثلا دوست على البوينت دي، يعني انا دلوقتي قربت كده وقمت ايه دايس مثلا على البوينت دي دوستين ورا بعض، هيظهر لي اقوم حاطط الاحداثيات بتاعتها، ماشي؟ طيب كلام جميل. انا دلوقتي علشان احط الاحداثيات اعمل ايه؟ هاجي هنا، انا دلوقتي مثلا اخد احداثيات النقطه دي، اخدها ازاي؟ اقوم رايح على ميجر، ادوس النقطه دي والنقطه دي، هيظهر لي الاحداثيات بتاعتها. ليه انا اخترت النقطه دي؟ اشمعنى النقطه دي؟ النقطه دي هي نص التراك ويدث. بحط نقطة عند نص تراك ويدث وباخد وباخد الاحداثيات من عندها. ليه؟ لان هو الديفولت بتاع البرنامج بياخد من النقطة دي، اهو شايفين اهو بياخد من النقطة دي، فعلشان كده انا بحط نقطة هنا وباخد من عندها كل الاحداثيات. فاقوم دايس هنا واقوم دايس مثلا على النقطة اللي فوق دي، لا ثواني ما ادوسش كده عليها، اهو دايس كده واقوم دايس على النقطة اللي فوق دي، تمام؟ هيظهر لي طبعا الاحداثيات هنا وهيظهر لي هنا. انا باخد بحب اخدها من هنا كوبي بس على طول، او واخد كوبي مثلا دي الاكس واحطها. طيب فين بقى النقطه؟ النقطه اني اسمهم ايه عشان ما اتلخبطش؟ انا دلوقتي دي اسمها ايه؟ دي اسمها الابر كنترول ارم. انا كده في الابر كنترول ارم، تمام؟ الابر كنترول ارم انا دي الليفت برضو، الابر كنترول ارم ليفت افت ولا فور بقى؟ فور، تمام؟ دي الابر كنترول ارم فور، ماشي؟ اللي هي قدام، افت يعني ورا، يبقى لور، يبقى دي فور. اقوم هعمل كده اقوم ايه بيست، طبعا اشيل المليمتر، تمام؟ واقوم جاي تاني عشان بس نكمل كوبي، تمام؟ وهلاقي حاجه حصلت دلوقتي هقول لكم ايه اللي ممكن يحصل. هاجي هنا بس عشان احصل حاجه ما تخضوش دلوقتي. وهاجي اخد الزد في الاخر، ثواني اخد ادي بس، تمام؟ كنترول في بقى على طول كنترول سي، تمام؟ هلاقيها، شفت ظهرت فين؟ بقت اتحركت ازاي؟ كل ما بغيرها اتحرك. طيب انا برضو عايز اقول على حاجة، تمام؟ دلوقتي البرنامج اصلا اول ما تفتحه، انا هنا عندي هو بياخد الاكس والواي والزد منين او شكلهم عامل ازاي. يعني انا دلوقتي لو جيت بصيت هنا 3D، عايزك كده تركز معايا، بصوا الزد عندي هي اللاترال، الاكس اللونجيتيودينال، الواي هو الفيرتيكال. في الطبيعي المفروض ان الواي مكان الزد، صح ولا مش صح؟ طيب كلام مظبوط. انا هنا مثلا لخبطت في السوليد فخليت ان الواي مكان الزد، ماشي؟ وانا برسم، فانتوا ما تغلطوش الغلطه دي، خلوها الزد وواي على طول، تمام؟ فقمت رحت هنا جيت احط ال الابعاد بتاعتي، لقيت ان الاكس مختلفه عن الواي، فهقعد بقى هنقل الاحداثيات. يعني مثلا نقطه اكس بدل ما احطها، بدل قصدي الواي مختلفه عن الزد، فبدل الواي بدل الواي ما احطها هنا، لا هقوم ايه رايح حاططها هنا، وبدل ما الزد ما احطها هنا، لا هقوم رايح حاططها هنا، بس كده. لكن انا هنا ما عملتش كده ليه؟ لان انا اصلا غيرت احداثيات البرنامج نفسه، او غيرت الديفولت بتاع البرنامج نفسه، دوست على الفايل هنا وقمت رايح دايس على اوبشنز، وبعد كده الكلمه دي ريفينشال، بعد كده ايه بقى رحت اخدت حطيت نفس الاحداثيات بالظبط اللي هنا عن طريق الكلام ده، بتقعد تعلم عليه، حطيت نفس الاحداثيات اللي هنا هي اللي في السوليد بالظبط، نفس الشكل اللي في السوليد بالظبط، علشان اللي هاخده هنا اقوم رايح حاطه هناك على طول، تمام؟ من غير بقى ما اقعد اغير بقى واتلخبط، ماشي؟ كلام جميل. نرجع بقى الحته بتاعتنا تاني. انا خلاص عرفت انا بحط الحدسيات ازاي وبجيبها ازاي. هجيب بقى الحدسيات كله، ماشي؟ هبص بس هراجع عليهم واحده واحده. طبعا هنا في الراك امبينيون انا بيطلب مني الستيرنج ريشيو، الستيرنج ريشيو احنا هنحطها بخمسه دلوقتي، ماشي؟ احنا لسه ما خدناش ستيرنج فمش هنتكلم في تفاصيلها.
الويلز دي مهمه جدا، بيطلب مني التراك، النص التراك ويتس، تمام هتحطه، بيطلب مني الدام الريم دايمتر، الستاتيك كامبر، كل ده بصفر، ستاتيك كامبر بصفر، ستاتيك احنا كنا شغالين بيه بصفر برضو. التاير دايمتر طبعا بيطلبوا مني، طبعا انا هغيره، احنا كان عندنا ب 600، كان عندنا ريم دايمتر ب 450 تقريبا. التاير ويتس طبعا عندنا هنا كان ب 100 تقريبا، هكذا. ف طيب نيجي بقى للاوفست لاترال، طبعا ما عندناش، ما بنشتغلش بلاترال خالص، اوفست ما بنشتغلش باوفست لاترال ولا لونجيتودينال ولا اوفست فيرتيكال، كلهم بصفار. ده معناه ايه؟ معناه انا بحرك العجله فين؟ لا انا بثبت العجله وكده كده انا بحرك او بدي الاحداثيات بتاعه الكنترول ارمز والاحداثيات يعني البوينتس كلها، تمام. طبعا هنا سيمتريك، اللي احطه هنا احطه تحت، ماشي. هاجي بقى انا كده خلصت مثلا الويل، هقوم حاططها دايركت كول اوفر، نفس الكلام، اتاتشمنت نفس الكلام، لا مش هعمل حاجه في الاتاتشمنتس هنا، وبرده الريفرنس بوينت انا اخري ايه؟ دايركت كول اوفر. طيب ده الكلام لو انا هاخد زي ما قلت لكم كده بالسوليد واحطه على طول، يعني ايه دي ليله، انا شايف ان دي ليله. فبقوم انا اعمل ايه بقى؟ باجي هنا امسح الكلام ده، او مش همسح الكلام ده، اعمل حاجه اسمها اكسبورت اكسل فايل. بص كده ايه اللي هيحصل، هيكسبورت اكسل فايل مثلا اسميه فرونت سسبنشن، ادوس يس. اول ما بعمل اكسبورت بيقوم هو جايب لي الاحداثيات دي كلها في اكسل، بقوم ماليها واقوم حاطط اعملها امبورت هنا على طول، بعد ما اقعد انقل والبرنامجين مفتوحين وهكذا. لا بنقل على اكسل وبعدين من الاكسل لا ايه، اقوم عامل امبورت هنا على طول، ولو عايز اغير بغير في الاكسل وبعدين انقل هنا على طول. فخلاص اكسبورت كومبليت، هاجي هنا على الديسكتوب واقوم ايه ظهر لي، افتحه يس، هلاقي ظهر لي بالمنظر ده كده. ابدا احط انا بقى ايه الاحداثيات بتاعتي كلها، اللي هحطه في الليفت طبعا لازم احطه في الرايت. هلاقي في اختلافات بسيطه، مثلا الاختلافات هتلاقي مثلا دول كلهم بالنيجاتيف، دول كلهم بالبوزيتيف، فاللي هحطه هنا هحطه هنا، بس ايه اعمل حسابي في النيجاتيف والبوزيتيف، ماشي. يعني تفهمين. طيب انا بقى اصلا عامل كده كده، يعني انا لو فتحت هنا انا عامل اصلا واحد ظبطه انا، يعني اسمه فون سسبنشن برضه، انا عشان نشتغل على طول اهو بالمنظر ده. انا هعمل له امبورت عندي في ال، هاجي هنا وعامل امبورت، امبورت اكسل فايل. طبعا انا هشيل السسبنشن دي خلاص، انا ايه ديليت، انا هعمل واحده غيرك عشان ايه، وعامل كده اكسل فايل، هوم دايس فرونت سسبنشن، تمام. هو دلوقتي هي اهو، لا هو كده عمل ده، جاب الفرونت سسبنشن التاني، سوري ان انا كنت مسمي الاثنين بنفس الاسم، فهو انا هجيبه دلوقتي، اعمل امبورت اكسل كانت في ترايل 1 فرونت سسبنشن، تمام. ده السسبنشن اللي ايه اللي انا عامله دلوقتي، ده نفس ده كده بالظبط، هو ده، ده نفس ده بالظبط. ثواني ماشي، فهو كده، ده كده المفروض. ابدا بقى ايه، انا خلاص كده خلصت مرحله الايه، وادي بص التيارات ده اهو، الدمبر اهو، وكل حاجه موجوده كده. انا يعتبر خلصت مرحله السويتش، بس قبل ما ادخل في مرحله السويتش في حاجه ما خدتوهاش، هتاخدوها هقولها لكم دلوقتي سريعا علشان واحنا بنعمل التاسك مش اكتر، تمام. انا دلوقتي التاير رود ده بحطه بشتغل بيه على اساس ايه؟ ده الحاجه الوحيده اللي احنا ما خدناهاش، احنا قلنا هناخدها في الاستيرنج. ده ليه كونديشن معين، ايه الكونديشن؟ ان هو لازم يكون على نفس استقامه، اللي هو مثلا في بوينت هنا لازم يكون على نفس استقامه الانستنت سنتر، تمام. لازم يعني البوينت هنا واصل البوينت للانستنت سنتر، يبقى واخد خط زي ما انتم شايفين كده، تمام. طب المسافة بتاعته فين؟ لازم ليه برضو المسافة بتاعته ان انا هوصل من البوينت اللي فوق دي للبوينت اللي تحت دي بالمنظر ده كده. ثانية واحدة جيج مارك، تمام. يعني لازم يكون واخد الكونديشن ده اللي هو بالطول، تمام، ويكون واخد الكونديشن ده اللي انا هوصل من فوق الابر كنترول ارم باللور كنترول ارم، واقوم واخد ايه التايرود ده، فاهمين؟ ليه لازم ياخد الكونديشن الاتنين كونديشنز دول؟ علشان ما يعملش، يعني بتجنب افويد البامب والرول ستير، ماشي. ده هنبقى نتكلم فيها بتفاصيل، بس انتوا دلوقتي عارفينها ولازم تعملوها. وبرده علشان يبقى الامر واضح قدامكم، هو اوريكم برده من كذا بوزيشن. لو جيت بصيت هنا طبعا انا ايه، انا ما اخدتوش من عند الاكس بتاع الكينج بين اكس بالظبط، لا انا مشيت مسافه وبعد كده اخدته. ليه مشيت مسافه؟ علشان ما يخبطش في الدمبر بتاعي، تمام، ما يخبطش في الدمبر بتاعي. يعني لو جيت بصيت هنا كده، ان هو لو قدام شويه، لو ما خدش المسافه دي
تمام، هيخبط في الدمبر وانا بستير، ماشي. فانا ممكن اغششه لكم دلوقتي واقول لكم مثلا تاخدوا مسافه قد ايه على طول، تلاقوا ده 76 ماشي، وده مسافته كام برضو 110 او 140، 140 تمام. والمسافه بين فوق هنا سكينج مين وتا، او مش لازم بقى مش لازم تعرفوا دي بقى يعني، انا كده لان انت كده تضطر تعمل نفس حاجتي بالظبط، فممكن تضرب معاك. طيب خلاص احنا خلصنا كده جزء كبير جدا، واللي هو السسبنشن، عملنا كريت السسبنشن. نخش بقى على مرحله السيت اب. اجي على مرحله السيت اب هنا، لا اما ادوس سيت اب اقوم دايس كريت نيو سيت اب، او اجي عند مرحله السيت اب اقوم دايس كريت هنا على طول. يقول لي عايز اسمي السيت اب ايه، اسميها مثلا فورم سسبنشن برضه، فورم سسبنشن تمام. سميتها فرونت سسبنشن، بيقول لي انت دلوقتي الفرونت سسبنشن بتاعك اسمه فرونت سسبنشن، او راح ظهر لي بيقول لي الرير سسبنشن بتاعك، لا انا ما عنديش رير سسبنشن، انا شغال واحد بس. بيقول لي الريفرنس ديستنس بتاعتي، اقول له ان هي بس 4. بعد كده هنعرف ان الريفرنس ديستنس دي ممكن احطها بالويل بيز لو انا شغال بفرونت ورير سسبنشن، انا دلوقتي شغال فرونت سسبنشن بس، ماشي. طيب بعد كده هقوم رايح على الموشن، انا كده خلصت مرحله السيت اب خلاص، هقوم رايح على الموشن. شفت مرحله السيت اب سهله ازاي؟ مرحله الموشن سهله برضو، اسهل. هخش على الموشن اقوم دايس كرييت، وهسمي الموشن مثلا ب اقول مثلا هيف تمام. هدرس الاول الهيف بتاعتي تمام، اقوم دايس اوكي ظهر لي الموشن. فطالما قلت ان هي هيف هيجيب هنا مثلا بقى ايه الهيف بتاعتي. طيب الجزئيه دي بقى مهمه جدا، ودي اللعبه كلها هنا في السيشن دي. ايه اللعبه اللي هنا؟ هو دلوقتي مقسم لك اكس اكسس واي اكسس، مديك الواي اكسس بتاعك اسمه كومبليشن. كومبليشن ده اللي هو بيحل بيه، او ده الديفولت اللي هو بيحل بيه. فانا اقول له مثلا انا في الهيف انا بدرس ايه، بدرس الهيف، انا هنا هيف يعني هيف موشن تمام، بدرس الهيف موشن. فانا هحط ايه بقى، احط له اكسات بالويل ترافل بتاعي. فاقول له مثلا انا احط له مثلا نقطتين، انا هشتغل على الجراف اللي فوق ده، احط له نقطتين تمام، واقول له انا عند صفر هي هتبدا بصفر تمام، هو هيحل ايه بصفر. اقول له عند مثلا 50% انا هتطلع ويل ترافل 25. الناس اللي مش فاكره او ما خدتش الويل ترافل، او ممكن ما كنتش قلتها قبل كده، ويل ترافل بتاع العجله، العجله بتطلع لفوق قد ايه وبتنزل لتحت قد ايه. فانا قلنا هتطلع 25 مللي وهتنزل لتحت 25 مللي، ودي ليها حسابات هنحسبها في الداينامكس ان شاء الله تمام. واقول له مثلا عند 75% 75% انا هتبقى بصفر، هترجع صفر تاني، وعند 100% تبقى نيجاتيف 25. ده معناه ايه؟ معناه ان انا العجله دلوقتي ثابته، بعد كده انا بدرس العجله ثابته، بعد كده ادرس العجله عند 50%، بعد كده تقوم طالعه 25، بعد كده عند 75 تقوم نازله تاني صفر، بعد كده عند 100% تقوم نازله اكتر لنيجاتيف 25. يعني كأن عند 25 تاخد بامب تطلع لفوق، وبعد كده تنزل تاني نيوترال عند 75%، وبعد كده تنزل ايه اللي هو كأنها قابلت حفره، فنزلت نيجاتيف 25 مللي تمام. هو هنا ايه بياخدها بالملي، وانا ممكن اغير اصلا بالملي والديجري دي، ممكن اخليها بوحدات تانية بس مش هنتكلم فيها دلوقتي، مش مشكله دي، ده احسن كده. انا عملت هيف، وهنا بيقول لي نمبر اوف ستيبس، انا هخليها ب 20، مش عايز اتقل على البرنامج، وخليها ايه ب 20. بعد كده انا كده خلاص خلصت مثلا الهيف موشن. في رول وبيتش ستيرنج لسه ثواني هنتكلم عنها. هو رايح عامل ايه، اروح على السيموليشن واقوم دايس كويك ران. لما يجي يقول لي انت دلوقتي العربيه اسمها اي ار 20، الفيكل سيت اب بتاعتي عايز اني فيكل سيت اب فروم سسبنشن، طيب الموشن بتاعتي ده ايه الهيف موشن، انا هدرس الهيف موشن دلوقتي اللي انا لسه عاملها دلوقتي. قوم دايس اوكي، الريزلت هتسميها ايه، سميها هيف موشن، هيف او هيف ريزلت مثلا، هيف ريزلت تمام. شايفين اصلا وهي بتتحرك، شو خدتوا بالكم من الانيميشن اللي حصل؟ طبعا وهنا فاتح كذا حاجه تمام. هو اصلا اول ما هتفتح هتلاقي ان دي مش متعلم عليها، هتلاقيها كلها تيبلز تمام. انا كده شفتها طبعا، احنا ان شاء الله البارت اللي جاي هنتكلم بتفاصيل عن كل الجرافات دي، وان شاء الله الدنيا تبقى اسهل من كده. دلوقتي اول ما بيظهر كده عندك انت لو اول مره، فتقوم ايه بقى، انا بحب اشتغل ما بشتغلش بالتيبلز. يعني انت دلوقتي لو جبت مثلا عايز جايب لك مثلا اللور اي ار مش اسي 4 اكس، البوينت اللور اي ارم ال4 اكس بتاعتها، اقوم قايل له ايه هجيبها، هيديك الجدول بتاعه. ما انا رايح احب اشوفها بالشوت، ما احبش اشوفها انا بالتيبلز الا لو انا هاخد بوينتس معينه فهاخدها من التيبل، فانا احب اشوف من الشورت بيبقى اسهل. اجي مثلا على
هجيب مثلا ال كونتاكت باتش مثلا، فين مثلا التاير كونتاكت باتش في الاكس، تمام. انا احب اشوفها ايه، دوس او معلم عليها تظهر لي، ماشي. طيب كلام جميل. انا دلوقتي كده اشتغلت هيف، اقوم راجع تاني لمرحله الديزاين وعايز اجيب الرول بتاعتي، اقوم رايح نفس الكلام، اروح على الموشن وادوس كرييت موشن جديده واقول له انا عايز اكرييت الرول بتاعتي، واقوم ايه اوكي، اجي اقوم حاطط نقطتين برضو، تمام. بس هنا النقطتين بقى ايه بالانجلز، انا اقول له مثلا عن 50% انا هيحصل رول انجل، رول انجل دي برضو حساباتها هتبقى في ان شاء الله داينامكس، انتوا غشوها مني كده دلوقتي، مثلا هتبقى مثلا 2 كتير ولا لا، ماشي 2 دلوقتي. بعد كده عند 75 هتبقى ترجع صفر تاني، وعند 100% هتبقى نيجاتيف 2، اقوم دايس اوكي، واجي عند اعمل سيميوليشن، هاجي كويك سيميوليشن، يقول لي انت دلوقتي هتختار، طبعا انا هغير، هعمل على الرول اللي انا بسيميوليت الرول دلوقتي، وهنا الفرونت سسبنشن زي ما هي، اقوم دايس اوكي، الريزلت هسميها رول، دايس اوكي. بصوا شايفين اصلا الانيميشن اللي بيحصل، اخدتوا بالكم؟ الانيميشن ده مهم جدا، بيبين لك يعني ايه، تشوف انت اللي انت عاوز ده جامد وده صح، يعني تحس ان هو صح كده قبل ما تدخل، تحس حاجة كويسة. نفس الكلام برضو هنا، تمام. هاجي برضو ايه اكريت، ارجع تاني للديزاين واكريت مثلا ال ايه كريت البيتش مثلا، وهكذا بقى، ارجع بقى كريت، المهم يعني ما مش هخلينا كريت بيتش اخر حاجة وبعدين خلاص، تمام. ابدأ في البيتش هنا، احط برضو نقطتين واقول ان انا زاوية عند 50%، عند 75%، ممكن اغير 75 يعني، ممكن مش لازم يعني، وعند هنا مثلا اخليها هنا اخليها مثلا ب3، وهنا نخليها هنا صفار، هنا نيجاتيف 3، نيجاتيف 3، واقوم رايح على السيميوليشن واقول له سوري، رايح على السيميوليشن واعمل كويك سيميوليشن للبيتش بتاعتي، اقوم دايس اوكي، الريزلت اسميها بيتش ريزلت مثلا، بيتش ريزلت اوكي. بصوا شايفين البيتش، شايفين اخدتوا بالكم من الانيميشن برضو، تمام. انا طيب انا هنا دي الرول ما سميتهاش، هعمل لها اديت رينيم، سميها رول ريزلت برضو، احب انا ايه احب التنظيم، رول ريزلت اوكي. فا تمام ان شاء الله البارت اللي جايه نبدا نتكلم بقى على الجرافات، وازاي الجراف ده وحش والجراف ده حلو، وايه اللي بيختلف من جرافات الرول عن البيتش، عن وباخد من ده ايه ومن ده ايه ومن ده ايه. شكرا.